زي ما قلنا لكم نمشي الأول خبر معنا لليوم واللي هو واحد يعني فقري بسم الله ما شاء الله نهض الصبح لقيها روحها يعني واخذ فتاة أحلامها الله واللي هي تعرفوا من هي جينيفر لوبيز نعم لا جينيفر لوبيز متزوجة جينيفر لوبيز متزوجة شنو اسمها جينيفر جيتس ما عرفهاش هذا بيل جيتس بيل جيتس اه ما الخبر قالت اليوم اللي فات هنا في تونس للامانه حطيت سماعات وداني سمعت 10 اغاني وانا تخيل في الموقف اسماعيل بيباس وجينيفر لي جينيفر جيتس فلقيت ان المعادله صعبه شويه فهنا بجديات يعني شبحت الخبر وانا عجبني قلت خلينا نقول لكم بكشي واحد من اللي بين انه يسافر كيف تلاقوا باهي كيف تلاقوا ان هم كانوا يقروا في جامعه واحده مع بعض في امريكا انهم يقروا في جامعه واحده هي عمرها 22 هو عمره 27 عام يعني انت جبت الرقم هو لقيت قريب لي مالك فقلت انا خما ذا ما بالك يعني الفتره هي انه تحسن نفسيه طيب ماني شنو هذا انا اعطيتك فرصه مره الاول انت شنو قلت لي قلت لي انا بنوض الصبح بنصور بالدحك اعطيتك قريب مالك ماني شنو من بالش ولا كيف ولا حاج مرزين ولا شنو انا ما وحت لك الاول انا مش مكتوب لي الخير انا غنبي نسمع الخبر بس عارف روحك المهم يعني بعد يعني بعد ما انهم تعرفوا انا في الجامعه مشيت بنت في القدس هي لمصر هو كان معها ان هي صورت وهو صور وبعدين نزل وياها تصويره في الانستغرام ويعني علامات القلب واللوفه مش عارف شنو فالمده اللي فاتت بيلي هو نعم بيلي هو يعني طرف مالك بالسرويل يعني قاعد اوسم منه يعني تمشي انت في عند زوز بنات في القدس قاعد يصغر واحده عمرها 22 عام في هي بيلا نعم هي. لا 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 لا, 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 لا. يعني بيلا في الباخ بشوية فهمتها هذا حاجة خطيرة أول يعني هذا ما تتلفت ما تتلفتش ما تتلفتش على هيك زيام أيوة غادي مش بحشو يشبح أنا يعني إن هم مصورين جوا مليح فهي عمرها 22 عام هو عمرها 27 مازال عنده زوز بنات تانية فالوقت الحالي إن هو يعني يخدع حتى يخدع حتى الترتيب الأول في الجامعة الأمريكية هذه كيف إعلانات المهم انه اخذ الترتيب الاول في الجامعه الامريكيه فصار التقابل بتاعهم الحب فتوى انه اخذ مكافاه تقدر قريب ب 500,000 دولار عن طريقه هي لان ابوها لان كان ابوها كان دامع الشيء اللي كانوا يديروا فيه في المسابقات في الجامعه الامريكيه هي لكن داير جهده هو داير جهده ولكن انه هو تقدر تقول يعني اللسان المصري في الوقت ذاك انه هو تقدر تقول شغال فالليبيين كسبين حاجتين يعني من تونس ومن مصر اللي هو الخبط يعني الخبط مش بحال انك تخبط عليك ولا شيء الخبط اللي هو الذكاء الذكاء انت تقول بس ما حبهاش من الاخير نعم؟ يعني انت برايك انه ما حبهاش يعني لا برايي انه هو متفاهم يعني لا يعني انت تدرس يعني على واحد ترو توصل 99 مليار يعني ثاني اغنى رجل في العالم بعد اللي مالك الامازون اللي هو 939 مليار